دائماً ما تخطف ياسمين صبري الأنظار بأناقتها، سواء بالإطلالة الشبابية أو فساتين السهرة الفخمة. وبينتظر الجمهور إطلالتها، فهي أصبحت أيقونة عالم الموضة والأزياء وبتصير على دربها النساء. وهذه المرة واكبت ياسمين صبري أجواء شهر رمضان الكريم بإطلالة محتشمة ذات طبع فخم. ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري في أحد الظهور لإلها بإطلالة رمضانية أنيقة، فتميزت إطلالتها بشيء من الفخامة والرقي. واختارت ياسمين صبري الزي المغربي التقليدي المعروف بالقفطان، وحملت تلك الإطلالة توقيع المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، وكانت تلك الإطلالة ترشيح من كارول بوخالد. وتميزت الإطلالة بلونها الذهبي الملفت للأنظار، وجاء بتطريز أنيق عن منطقة الصدر، وتكلل بحزام على الخصر. وتميزت أيضاً بالتنورة الواسعة من أسفل منطقة الخصر، ونسقت ياسمين معه حقيبة يد صغيرة. وبتناسب إطلالة ياسمين صبري أجواء رمضان اللي بتتسم بالاحتشام والرقي، وكللت إطلالتها البراقة بمجوهرة ذهبية من كارتير. واختارت ياسمين تسريحة الشعر المربوط وميك أب بالألوان البرونزية اللي بتتماشى مع إطلالتها. وكانت ياسمين ظهرت بإطلالات رمضانية العام الماضي، حيث ظهرت بالعباءة السوداء، فنشرت للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورتها من أمام برج الخليفة بدبي بإطلالة محتشمة أنيقة. كما ظهرت في المملكة العربية السعودية قبل أشهر بإطلالة العباءة عند زيارتها لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي. ونشرت ياسمين صبري لجمهورها ومتابعيها عبر إنستغرام لقطات لإطلالتها بالحجاب هناك، وكانت تلك الإطلالة نالت إعجاب المتابعين. خضعت ياسمين صبري لجلسة تصوير بالحجاب أيضاً، وجاءت إشادات من الجمهور لهذه الإطلالة اللي بتناسب مع الأجواء العربية بالمملكة.